ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رجعنا لكم في الجزء الثاني اللي لقيت ريدستون وحدة وكلشي مسروق عندي. اليوم غادي نكتشف شكون اللي سرق لينا داك الشيء وغادي نحاولوا نقتلو بأسرع طريق. خرجوا شوفوا الناس هنايا. صباح الخير. انت نسول لك القراوي مش عارف شكون السارق اللي يقدر يكون هو. صباح الخير. شتا لي سرق؟ نسولك واحد السؤال. واش انت اللي عرفتي شكون اللي سرق لي البارح الاخر الاموال ديالي؟ قلبت مزيان ما لقيتش، والبارح سمعتي صندوق كيتحل. واش نتايا؟ متأكد ماشي نتايا؟ متأكد ديال الكذاب؟ لا لا ما نتيق في حتى واحد. راه زال عنوكل داك لا راه زال عنوكل الاخر الحواله. ما كتشوف فيا؟ عطيني زرعه ياك ما حشمتي. انت عطيني ايش نجيبك دايموندا؟ واخ قصيت سرق لي الدايموند. خو اسمح لي عافاك عطيه لي دي صداقة محشوم عليك. مش عطينيش يوكلهم نتايا. يا الله وكلهم مشي كيف شنو هذيك؟ ايرن. شحال حوالي ماتوا؟ لا عندي وحدة ترمي هنا. داني وصلت للدار الحمد لله. بعدا ما سرقوش اسلحتي. عندك يسرقوه ليا خصهمش يسرقوه ليا ابدا. نحط هادي هنايا ولا ما نحطها هنايا مع الماكله. يلا نجيب هادي هكا. في الحلقة الماضية كنا بغينا نرجع الفاس لصاحبه ساعة نسينا نجيبه. نتبادل معاه بهاد الجديدة هادي نقول يرجع لي 10 دايموند ديالو. انا نسول ولا ما بغى صافي الهلا حتى نكون حيت محتاج دايموند ديالي. صباح الخير مالك؟ يمكن لي نرجع الفاس عافاك 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 مقابل خزو مقابل فاس عافاك. رجع لي 10 دايموند. واخ صبر اجيب لك حاجه تقنعك.
دابا نجيب لك حاجه تقنعه ويعطيني. ما بغاش نوري حاجه اللي تقنع في حياته. مشات تقنعه تقنعه صح. خصوش نبينا في يدي تنجمت ما أجمل هذا اليوم. يلا يلا دابا أخويا خويا الحول دابا ها تعطيني تعطيني ما بغيتيش تعطيني ما حشمتيش. اما تموت اما تعطيني. يلا اعطيني. ارا 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 10 دراهم ونشد الفاس. رجع لي 10 دايموند. محشمتي ما درتي ها اجي لهنا ياك ما خفشي. تنشتك ما بغاش يحشم. حشت دابا فقنا قد الشتا. صبروا غنرجع ليكم. حسنيت وقت طويل توقفت الشتا. يلا نخرجوا. الشمس استطاعت والجو جميل هذا اليوم. وما ما نسيت الأغنية وفرت على الحقل. سلام قراوي صباح الخير. صباح الخير. عقلت عليا دايموند. لا رجعت. كان هجم عليا زومبي والاخر المهم قتلته. كنا باغي نديرو حاجة واحدة اخرى. رجعنا هاد الاشياء. كشفنا القراوي المسخوط اللي كنا اللي في الاخر ما بغاش يرد ليا. قتلته في الاخر. هو دار لي الصدمة الكبيرة. علاش القراوي حشوم عليك؟ نحط مو الصندوق نديرو في مكان آمن. يلا حط حط صافي هنا النهاية. شكرا على تتبع السلسلة. يلا صبروا صبروا. صافي مبغاتش. يلا نتمنى تكون عجبتكم السلسلة. Good bye.